لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. المستوفى الغنوشي منذ قليل. الغنوشي يناعي مهاجم الترجي التونسي السابق ولاعب الأهلي المصري، حيث كتب الغنوشي: توفي لاعب ومهاجم هاجم من قبل وكان في تونس، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرته، وحيث أنه قدم فداءه لنادي الترجي التونسي، ويشرفنا أنه كان يلعب في بلاد تونس، وحيث أنه قد توفي المهاجم السابق لنادي الأهلي المصري والترجي التونسي كرة القدم أوثقنان عن عمره ناس 32 عاما، وفقا لحساب جي تي في سبورت العاجي على موقع تواصل اجتماعي تويتر، وذلك بعد تعرضه للتسمم أثناء قيامه بزيارة في مسقط رأسه ومدينة أنياما. يذكر أن أوثقنان لعب الأندية العربية عدة، أبرزها الأهلي والمقصة في مصر والترجي والملعب في تونس، كما لعب في أوروبا لفريق هلسنكي الفنلندي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.